الأصحاح 34. ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح. واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. فقال: أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، ويرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موصيك اليوم، أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبني، فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة تحفظ عيد الفطير، سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. لكل فاتح رحم وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشاة، وأما بكر الحمار فتفديه بشاة، وإن لم تفديه تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهر أمامي فارغين. ستة أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح، وتصنع لنفسك عيد الأسابيع، أبكار حصاد الحنطة، وعيد الجمع في آخر السنة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات في السنة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك، لا تطبخ جديا بلبن أمه. وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر.
وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه، فدعاهم موسى. فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى، وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. متى بشكا سي ادوان روجاندا يوحنا تصفيركر التولى يهودياي دياربو اوي رادغهاند ودغوت الخبز ورن چنكو باشات يا اسمانان يا نزيق بوي. يوحنا اوي ايشايا پیغمبري بحث ويكري وغوتي دنگك التولي غازيت كات ركي بو خداني آمادب كن پیادريان بو هاتناوي راز بكن. يوحناي جلككش پيرت حشتران كرا برخو و نافتنگا خوب قايشكا كولي گريد دا و خارناوي كولي و هنگوين تولي بون. هنگي خلق اورشليم و همي دورا يهودياي و همي دوروبرن ريبار اردن درد كفتن و برفوي ادچون و دان پیدان بگنهن خود کر و لسردستوی ات ريبار اردن دا اتحاتنا تافير کرن. دمه يوحناي ديتي گلق جفريسي و صدوقيان يتهن نكوي دابهن تافير کرن گوتوان هاي تشكن ماران که این آگدار کرینه اش تورابونا بهت ابراون بر همه که وسا بدن که هجیل خوزورینه بید او دل خدا نبیجن ابراهیم باب میه چونکو ازد بیجمهوه که خود اتشیت اجوان بران زاروکان بو ابراهیمی در بخید. اوه دوی بوری یل سرها داره هاتی دانان اف جاهر داره که بر همه که باش ندد دهیت برین و بناف آگیری هیت هاویتن. اجبو الخوز ورینی از هواب آوی تافیرد کم لی اوی پشتی متهید اش من ابهستره از نه هجی هلگرتنا پیلاواویمه او ده هواب گیان پیروزو آگیری تافیر کرد. ملهی باوی یاد دستی داو ده بیدر آخو پاقش کتو گنمه خود انبار دا خروه کت لی کای دیب آگیره که ناومریت سوژید. هنگی عیساش دورا جلیل هاتا ریبار اردن و چو نک یوحنای دال سردستوی بهتا تافیر کرن لی یوحنا رازی نبو گود از یه پیدوی مل سردستی تا بهم تافیر کرن و تو یه تیر نکمن؟ اینا عیسای برسواوی داو گوته وگاوه رازی ببه چونکو حسا باشه که هر تشت خودت وید اموی ابجه بینین وگاوه یوحنا رازی بو. پشتی عیسا هاتی تافیر کرن اکثر اش آوه در کفت اش نشککی و اسمان بوی و بو و دید گیان خوده وکو کترکی هات خوارو سروی دادا و دنگکیش اسمانان گود اوه یک رمن خوشتوی اوه دل من پی خوش بوید.